السلام عليكم. نبدي مختبرنا، المختبر الثاني، مختبر الحشرات. هذا المختبر راح ندرس به الصرصور كنموذج عن باقي الحشرات. زين، شنو سبب اختيارنا للصرصور الأمريكي؟ أول شيء متوفر في البيئة اللي احنا نعيش بيها، يعني ممكن أنه نجده بسهولة، حجمه مناسب للدراسة، أكثر الصفات المظهرية موجودة به، لذلك دراسة راح تكون سهلة بالنسبة لنا. زين، اللي نحتاجه اليوم راح نحضره، نحتاج أول شيء إلى طبق بشمع، دبابيس خاصة بالتشريح، نحتاج مشرط، ملقط، مقص، والبوينتر هذا المؤشر. أوكي؟ زين، قنينة القتل مالتنا اللي هي عبارة عن كحول 70%. ليش نستعمل كحول 70%؟ أولا للقتل، ثانيا للتعقيم. النموذج مالتنا راح نجيبه، أنتو كطلاب راح كل من يدخل المختبر يجيبه بشيشة زجاجية بغطاء من نوع ينفتح مثل السكرو لايك، مثل البرغي. زين، ما ينفتح بطريقة بحيث أنه ممكن من أحاول أفتحها الحشرة ممكن تطفر علي أو على زميلي. الغطاء الثقبوه حتى نحافظ على الكائن حي لحد ما يوصل للمختبر. زين، أول ما نبدي نجي على قنينة القتل، نفتحها مال الكحول، الغطاء أرخيه. أوكي، وراها شو راح أسوي؟ راح أبدي أدوخ الحشرة، راح أدوخها بهذه الطريقة مو هالشكل. ليش؟ حتى أحافظ على أجزائها مثل اللوامس وغيرها حتى لا تتكسر، تبقى عندي أثناء التشريح. راح أحاول أدوخها بس أشوف أنه أوكي، رأسا أفتح الغطاء وأنزل الحشرة مالتي وأتأكد أنهم، بما أنه هي زجاجية راح أعرف أنه أني نزل الحشرة. زين، وننتظرها تقريبا دقيقة واحدة لحد ما تموت. من ماتت الحشرة مالتنا ايش راح نسوي؟ راح اخذ الملقط، كل طالب يجي ياخذ النموذج اللي هو قتله يسحبه ويخليه على طبق التشريح. زين،